وأعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة إصابة شخصين جراء سقوط 14 صاروخا على الأقل داخل قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار غرب البلاد، في حين أفاد الجيش العراقي أن القاعدة استهدفت بسبعة صواريخ. وأفاد مراسل العربي باحتراق أربعة منازل في قضاء هيت في رد للقوات الأمريكية على مصدر الصواريخ التي استهدفت قاعدة عين الأسد. هذا وشجبت الحكومة العراقية الهجمات ووصفتها بالاعتداء السافر، مشددة على أن قرار الحرب والسلم بيد الدولة العراقية وليس بيد من سمتهم الخارجين عن القانون. هذه هي العربة التي أطلقت الصواريخ على قاعدة عين الأسد غربي العراق. فصيل عراقي يدعى لواء ثأر المهندس تبنى العملية وقال إنه استهدف القاعدة بثلاثين صاروخا من نوع جراد، لكن خلية الإعلام الأمني الحكومية تقول إن القاعدة استهدفت ب14 صاروخا، فيما انفجرت بقية الصواريخ بالعربة التي تحملها. عملية جديدة تأتي ضمن سلسلة عمليات يقول مؤيدوها إن الهدف منها إخراج القوات الأمريكية من العراق. ماكو خيار أمام الحكومة العراقية إلا أن يطبق قرار البرلمان يوم 5/1 بجلاء القوات العسكرية الأمريكية من العراق. بخلاف ذلك الكرة في ملعب المقاومة قسمت أيمان غليظة وإنها سوف ترد. الحكومة العراقية وعلى لسان القائد العام للقوات المسلحة قالت إن استهداف أربيلة وقاعدة عين الأسد والبعثات الدبلوماسية هو استهداف لأمن المواطنين وسلامتهم، مؤكدة أن قراري السلم والحرب حق حصري للدولة، ومعلنة رفضها تحويل الأراضي العراقية إلى ساحة لتصفية الحسابات. مسألة جعل العراق صراع بين هذه القوى وبين أمريكا يجب أن يحسم، يحسم أما بانسحاب أمريكي واضح أو يعني خلينا نسميها صفقة حكومية مع القوى الوطنية للسيطرة على الوضع في الداخل، الوضع في الداخل لا يستحمل. تتزايد وتيرة عمليات استهداف معسكرات القوات الأمريكية وأرتال الدعم اللوجستي بشكل يومي وعلى امتداد الأراضي العراقية. على وقع التطورات الأخيرة، ثمة من بدأ يتحدث عن عزم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على بحث انسحاب فوري للقوات الأمريكية من العراق خلال زيارته المرتقبة إلى واشنطن، بدلا من جدولة طويلة الأمد للانسحاب. ضياء الناصري، العربي، بغداد. وفي غضون ذلك، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق تعرض مطار أربيل الدولي لهجوم بطائرات مسيرة محملة بالمتفجرات. وبحسب بيان لجهاز مكافحة الإرهاب، فإن الهجوم لم يسفر عن أي أضرار بشرية أو مادية باستثناء اشتعال النار في منطقة عشبية، في حين أطلقت القنصلية الأمريكية في أربيل صافرات الإنذار. من جانبها، قالت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في العراق يونامي إن الهجوم على مطار أربيل الدولي إساءة لسيادة العراق من جانب عناصر مسلحة غاشمة. وأفادت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالعراق جنين هينيس، أفادت على مواقع التواصل الاجتماعي أن هذه الهجمات المستمرة إساءة لسيادة القانون وأنه لا ينبغي أن تهدد شرعية الدولة. كما أضافت أن مثل هذه الأعمال تدفع بالعراق نحو المجهول، وأن الشعب العراقي يدفع ثمنا باهظا بسببها. من بغداد ينضم إلينا مراسلنا ضياء الناصري. ضياء، كنا نستعرض بعض ردود الأفعال على عملية عين الأسد وأيضا العملية في إقليم كردستان، لكن بشأن عملية عين الأسد، هل لدى الحكومة نية في القيام بعمليات عسكرية بالتعاون مع القوات الأمريكية، أم إنها تركت الرد للقوات الأمريكية كما شاهدنا من خلال ضرب تلك الطائرة وبعض الأماكن في محيط القاعدة؟
ردة الفعل الحكومية كانت واضحة من خلال البيان، المفردات التي استخدمت بشكل واضح وصريح وقوي تختلف عن بياناتها السابقة التي ربما كانت أقل أو يعني أقل حدة من هذا البيان من جهة. أيضا للجواب على هذا السؤال، البنتاغون قبل قليل أعلن بأنه سيرد على مصدر هذه الضربات أو مطلقي هذه الصواريخ بالتنسيق مع الحكومة العراقية. كلمة بالتنسيق بالتأكيد تعني أن هناك تنسيقا عالي المستوى من القيادة المشتركة، قيادة العمليات المشتركة سيكون مع القوات الأمريكية المتواجدة، وربما التنسيق الاستخباري والأمني لمواجهة مطلقي هذه الصواريخ أو أصحاب هذه الهجمات على الأرتال اللوجستية والدعم اللوجستي للقوات الأمريكية المتواجدة بالعراق. بكل الأحوال أعتقد الحكومة العراقية سوف لن تتبنى أي عملية من هذا النوع، وسوف لن تعلن كي لا تدخل بسجالات داخلية أو ربما يترتب عليها بعض الإحراج الداخلي، خصوصا وأن علاقة رئيس الحكومة يعني ترممت بالفترة الأخيرة بعد الاستعراض العسكري الذي حضره رئيس الحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للحشد الشعبي، الاستعراض الأهم لهم والذي وصف أو سمي بيوم العيد أو عيد الحشد، وطبعا الشهادة التي أعطاها الكاظمي لألوية الحشد الشعبي. عندما تتحدث الحكومة أو المتابعون هنا يميزون بين ألوية الحشد الشعبي التابعة للقائد العام للقوات المسلحة وفصائل الحشد الشعبي التي لا تلتزم بأوامر أو ليست مدرجة لا أسماء منتسبيها ولا أيضا تشكيلاتها ضمن التشكيلة الحكومية للقوات المسلحة العراقية. شكرا جزيلا لك الناصر مراسلنا من بغداد.